سلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. إليكم مسائية سبت من قناة الوطنية، والبداية فيها كما اعتدتم معنا بأبرز العناوين. وزير البترول والطاقة والمعادن يهاتف نظيره السنغالي في إطار مشروع التنمية المشتركة. عمال تازيازة المضربون يغضون اعتصامهم باتفاق مع الشركة. تطورات جديدة في ملف القتيل زيني وتتابعون في المسائية أيضا. الحزب الحاكم يقيم مأدبة إفطار في مقاطعة الرياض. أهلا بكم. أجرى وزير البترول والطاقة والمعادن في البلاد محمد سالم البشير اتصالا مع نظيره السنغالي تيرنو الحسن سال، ناقش خلاله مدى التقدم في مشروع التنمية المشتركة لحقل الغاز الحدودي السلحفات الكبيرة حميميم الواقع على بعد حوالي 125 كيلومتر قبالة سواحل البلدين. الوزيران أبديا ترحيبهما بالتقدم الكبير الذي أحرزه فريق العمل المشترك بين البلدين، مما مكن الحكومتين من الاتفاق على اختيار موقع قبالة شواطئ يقع على الحدود البحرية بين البلدين على بعد حوالي 8 كيلومترات من الشاطئ لإيواء منشآت معالجة وإنتاج الغاز من الحقل المذكور، متعهدين بالعمل على التعاون مع المتعاقدين لوضع اللمسات الأخيرة في أقرب وقت ممكن، على اتفاق تعاون لتطوير مشترك للحقل وفقا للقواعد الفنية وأفضل الممارسات الدولية. أبرم عمال شركة تازيازة المضربون صباح اليوم اتفاقا مع مسؤولي شركة يقضي بتعليق إضرابهم بغية فسح المجال أمام الشروع في مفاوضات بين الأطراف في أجل أقصاه أسبوع، على أن لا تتجاوز مدة المفاوضات أسبوعين. الاتفاق ألزم الشركة بتعليق قرارها الصادر بتاريخ 17 مايو المنصرم وبعدم متابعة أي عامل على خلفية مشاركته في الإضراب، في حين التزم العمال باستئناف العمل فور التوقيع على الاتفاق وبإبلاغ إدارة الشركة سلفا في غضون 24 ساعة بقرار استئناف الإضراب، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. أزالت والدة الشاب القتيل زيني ولي الخليفة حسب موقع صحراء ميديا الستارة عن مطالبة السلطات لها بدفع مبلغ مالي كبير مقابل إعادة فتح التحقيق في الملف بعد قرار وكيل الجمهورية حفظ ملف الدعوى، وذلك تطبيقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية من مطالبة الطرف المدني بدفع كفالة مقابل تحريك الدعوى العمومية بعد صدور قرار حفظها من طرف وكيل الجمهورية. وسرد أحد محامي أهل القتيل على خلفية مؤتمر صحفي عقدوه أمس القرائن التي توصلوا إليها حتى الساعة، ملوحا بمجموعة من الأوراق كوثائق تم استخراجها من حساب الشاب القتيل على الفيسبوك، وقدم ألبوم صور بحوزته لدعم اتهام سيدة تم إيقافها ووالدتها بتهمة العلاقة بالمسؤولية عن مقتل الشاب الذي وجد في منزلهم وقد فارق الحياة. قد أبدى المحامون تفاجؤهم من قرار وكيل الجمهورية ومن التقرير الطبي ومن سرعة طي الملف دون رفعه للقضاء. أقام حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مساء أمس مأدبة إفطار للصائمين في حي الترحيل بمقاطعة الرياض. المأدبة التي تأتي ضمن السلسلة ينظمها الحزب بمناسبة شهر رمضان حضرها جمع من ساكنات المنطقة فضلا عن رئيس الحزب والوفد المشرف على تنظيمها. قد قال المشاركون بأن هذه المأدبة عبارة عن سنة تنضاف إلى سنن رمضان التي يجب الدوام عليها. المستفيد بسببه يعترف الآخر للآخر بفضله وبما أسداه له من الخير، ليس اعترافا اعتباطيا وإنما هو اعتراف بنعمة الله تبارك وتعالى. هذا السلوك بسببه يتحلى المؤمن طيلة 11 شهرا بالكلمة الخالدة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه المحاور الثلاثة، وهي الصيام والقيام والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن نتخرج بعد 25 يوما وقد تحلينا بالسلوك الذي نأخذه في المدرسة الرمضانية
في هذه الأقسام الثلاثة، ويشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المستفيدون من المأدبة عبروا عن رضاهم عنها وتثمينهم لها. جينا لهذا الإفطار ما شاء الله كان ناجح، شاكرين باسمكم واسم موريتانيا كاملين رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية وكافة الشباب الموريتاني وكافة النساء الموريتانيات وكافة المواطنين الموريتانيين. عملية الإفطار كانت عملية ناجحة، توصلنا فيها لأن جبرنا الرئيس ما شاء الله وتلقانا بقلب رحب، وكانت أمورنا كاملة واضحة ولا عندها مشكلة، وطالبين من كافة الشباب الموريتاني لأنه يدعم الاتحاد من أجل التنمية. نصل الآن إلى نافذتنا على الأسبوع، لكن بعد هذا الفاصل القصير. أقام ذو القتيل زين وللخليفة بحر الأسبوع المنصري وقفة أمام القصر الرئاسي، طالبوا خلالها عن الكشف عن هوية القاتل. التفاصيل في تقرير الزميل محمد المصطفى النونو. بحثا منهم عن خيط يوصلهم إلى الجاني، أقام ذو الفقيد زين وللخليفة صباح اليوم وقفة أمام القصر الرئاسي بغية إيصال صوتهم وإيجاد حل لفاجعتهم بالقبض على مرتكبها. خالة الفقيد روت لقناة الوطنية ما قالت إنها تفاصيل الجريمة المختصرة. ولهنا نعطي للناس تفاصيل القضية اللي خلقته هذا الشاب وسدرش من طرف جماعة لصوص وانقبض ماشي واعد تلاميذ لأي راجع معاهم واعد الامتحان طالع شوره، وذوك التلاميذ اللي واعد مشمن عند والدته انه واعدهم هم اللي كانوا قبلتهم صاحبة الجريمة وعاد لا يديرهم في بلده، وعقب وعدهم هم فقر شين يطول اعمارهم ولا قبل يعودوا بل الجريمة. والدة زيني نعت وحيدها وفلدة كبدها بإنا لله وإنا إليه راجعون، داعية الجميع للوقوف معها في محنتها. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ومشاهدتك عين أيدياتي ورا ظهري، ومشاهدتك عني طالب رب العزة يديروا في الفردوس الأعلى من الجنة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكن شكرا يا حامد المولاه وشاكرته له، واللي ذا الوحيد سبقته أذر 12 سنه من قرت الذريه وعقبوه الطافيلات اللي فيهم التوام. انا مراجعه فيه وطالبه من عامه من قال لا اله الا الله من المسلمين يتعاطفوا معايا، لا نجي حاكم يدو قدم بين يدي الله. الى ان يجد جديد في القضيه وإلى أن تبت أوصالها، تبقى الجريمة المتنامية في البلاد بذرة تحتاج لاستئصال من الجذور. عبد المصطفى النونو، الوطنية. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان الله في عون الأم المكلومة. وفي نافذتنا على الأسبوع المنصرم دائما لشهر رمضان المبارك، نكهة خاصة تنضاف إلى نكهات الفاكهة، بيد أن هذه النكهات تختلف باختلاف القدرة الشرائية. محمد وله البلال يأخذنا في رحلة فاكهة رمضان. مع بداية شهر رمضان المبارك تنتشر البضائع بأشكالها وخاصة الفواكه التي تأخذ حيزا هاما من جنبات الطرق، إذ يعرض الباعة تجارتهم طوال النهار لعل زوار السوق وزبنائهم تنال رضاهم من حيث الجدة والسعر. من الساعه اللي رمضان نهار صوب لا باس به، سابقا لا كان داره حكون لا اساس لا ينزل لباس مزيان رمضان بعد تبارك الناس شاريسو ولا لباس غير اهل غايبون عارين وعادوا والسلام. انواع واشكال من الفاكهه عرضت على رواد السوق لاختيار الذوق والطعم المناسب عند الافطار، خاصة أن مادة الفاكهة مفيدة للجسم الذي يفقد عند الحركة الكثير من المواد السكرية، والاختيار يختلف كما يقول الباعة.
الناس كانت تشتري اشكال ياسر منها يشتري ذوك العنب ذا شيء اختار هاي بنانه وياسر مولي يختار هاي الدلع وذي العجينه ماركتيا ها الاسعار 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 لباس ما بيش صار زينه. حتى وإن طال العرض في يوم رمضان تبقى آمال الباعة مرتفعة كلما لاح مؤشر حركة بضاعتهم التي منها يجنون مادة فطورهم. نبقى في نافذة الأسبوع دائما، حيث احتضنت العاصمة نواكشوط الخميس المنقضي الأسبوع الوطني 12 للصحة الإيجابية والحماية الاجتماعية. السالك عبد الله والتفاصيل. العاصمة نواكشوط تحتضن تخليد الأسبوع الوطني 12 للصحة الإيجابية والحماية الاجتماعية تحت شعار تباعد الولادات ضمان لرفاه الأسرة. افتتح الأسبوع في فندق موري سانتر بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية ومنظمة الصحة العالمية وجمع من الناشطين في المجتمع المدني. وكان قطاعنا قد ضمن الصحة الإيجابية في الأولويات المعبر عنها في الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2012-2020. أيها السادة والسيدات، إن قطاعنا امتثالا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدمي ليدركوا ما تمثله الصحة الإيجابية من تأثير في الصحة العامة لعموم المواطنين. قامت موريتانيا بخطط تستهدف المرأة والطفلة خصوصا في المناطق النائية والأكثر هشاشة، وحسب هؤلاء فإن العمل في هذه الخطة مكن من تحسين وتنظيم الصحة الإيجابية إلى حد ما. وقد قام البرنامج بتعميم التكلفة الجزافية للحمل والولادة لصالح النساء وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، كما تم توسيع خدمات تنظيم الأسرة خاصة على مستوى المناطق الريفية والشبه الحضرية، مما كان له كبير الأثر على صحة الأم والطفل. يأتي تخليد الأسبوع الوطني للصحة الإيجابية في حين تشهد موريتانيا فوضوية في الإنجاب حسب تقارير بسبب انتشار عدم الوعي بسلبياتها خاصة في المناطق الهشة، ويأمل هؤلاء أن يغيروا من ذلك الواقع من خلال التوجيه والتحسيس. ونختم نافذتنا الأسبوعية مع تقرير عبد الله وله البلال الذي تحدث عن حيثيات المؤتمر الصحفي الوزاري الأسبوع المنصرم الذي شخص فيه الناطق باسم الحكومة الحالة الراهنة لميزانية الجيش الوطني. نتابع. خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء والذي استهله وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة بالحديث عن المشاريع والمراسيم والبيانات التي تمت المصادقة عليها في اجتماع الحكومة، ليقوم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بالتعليق على البيانات المتعلقة بوزارتيهما. الناطق باسم الحكومة وفي حديثه أمام الصحافة وخصوصا فيما يتعلق بقدرات الجيش الموريتاني أكد أنه في أتم الاستعداد وعلى أعلى جاهزية ضمن الجيوش في المنطقة، مستعرضا ما تم من إنجازات لصالحه وضاربا المثل بما تقوله المعارضة. الجيش الآن، جيش موريتاني الآن، المعدات والتجهيزات اللي خلقت له برا وبحرا وجوا تعرفونها أصبحت مذهلة في الفترة الوجيزة، حيث عاد الآن من في طليعة الجيوش في المنطقة، وما زالوا الخلطة في المعارضة يتحدثوا عن 50 مليون ذيك الساعة، 50 مليون دولار ذيك الساعة، والجيش نفقت فيه في هذه الفترة مئات ملايين الدولار. الآن الجيش الموريتاني بمعداته 50 مليون دولار ما تكفي كربراه مدة خمسة أيام كربراه. الجيش الموريتاني الآن، معدات الجيش الموريتاني الآن لا مجرد محروقاته 50 مليون دولار ما تكفيها مدة 5 أيام، وهم قالوا عن خارج واحد كان أعمى وقد رشع له بصره ساعة من النهار وشاف فار ورشع أعمى، وهذا يقول علينا عن الفار قرك لا من يشوف حد يتحدث منهم يقول وين 50 مليون 2008.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي سياق حديثه عن الاعتراف الدولي بمؤسسات التعليم العالي في موريتانيا أوضح أن المؤسسات الخصوصية الموريتانية لم يعترف بها دوليا لأن القانون الموريتاني لم يعترف بها ولم تصنف ضمن المؤسسات المعروفة في البلد عكس المؤسسات العمومية. خالك شي من ذا اللي قد يقول لك اللي أعلنها حق الشعب اللي فيها كان ما هو خاص بها، هي خاص بالجامعة عندها مؤسسات ما هي معتمدة الاعتماد الأكاديمي اللي فرض القانون، يا قير لا تديرها لسكا وحدها، لا نسميهم لك كاملين المهام المعتمدين. المدارس الخصوصية كامل، الجامعات الخصوصية ما في واحدة عندها شهادة معتمدة. لماذا؟ لأنها ليك فيليار ما هم أكريديتين، ما هم معتمدين، القانون يقول عنهم يعتمدون. لا يقولوا لك هم احنا لا الدولة هي اللي ما اعتمدتنا، إذا هذا سواء إذا الوزارات سابقا ما اعتمدوا، لماذا اعتمدوا؟ بيلي المجلس الوطني الأعلى ما كان مفعل، لماذا ما يفعل؟ يعني لا تخلون على الوراء التراكمات والله مسؤوليات قادمة وكذا. اختيار اللجنة المخصصة في مجال البناء والأشغال لدراسة ما سيتم إنجازه والتحقيق مع الشركات التي ستتعامل الدولة معها لإنجاز المشاريع من أجل الاطلاع على مدى جاهزيتها واستيعابها وقدراتها العملية أمور من بين أخرى ستكون ضمن عمل اللجنة. هاي اللجنة كيف قلت لك فيها ممثلين من قطاعات وحدين، وفم برياكي فم شقط روايات وعدلو يمكننا احنا اليوم لأننا نقدر نتحكم في طريقة عمل هذه اللجنة. شن هي مثلا؟ هي شركة علاش لا يتقيم؟ هي شركة لا يتقيم على سي ريفيرنس، مش قط عدلت، هذه هي قدرتها هي التقنية. دوك لي ريفيرنس بحالة عدلتهم لا يتعدلهم على أنها عندها دي كاباسيتي، عندها إمكانيات تقنية فيهم عدد من العمال معين، والشركة ينحكم عليها بعدد عمالها اللي ترمنوا اللي دائمين والمؤطرين، عمالها هم اللي مؤطرين ما هم ليزوفريا، عمال المؤطرين هو اللي نحكم على قدرتها هي التقنية. اختتم المؤتمر الصحفي بعد أن قدم الكل ما لديه واستعرض ما بجعبته من مشاريع ومراسيم وبيانات تضمنها اجتماع الحكومة وصادقت عليها، ولم يبقى سوى عرضها على ممثل السلطة الرابعة والذين كانت أسئلتهم كلها تتمحور حول تلك البيانات والمراسيم. عبد الله والبلال، الوطنية. ومن عبد الله والبلال والمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ننتقل إلى المختصرات الدولية مع الزميل. أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل صوتي بث عبر الإنترنت مبايعته الزعيم الجديد لحركة طالبان الأفغانية الذي عين الشهر الماضي بعد مقتل سلفه في ضربة أمريكية بطائرة بلا طيار. قال الجيش التركي إن طائراته الحربية قتلت اليوم السبت 13 مسلحا تابعا لحزب العمال الكردستاني. الجيش استدل على موقع المسلحين باستخدام طائرة مسيرة في منطقة ليتشا الواقعة إلى الشمال من مدينة ديار بكر. انطلقت مساء أمس بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وسط إجراءات أمنية مشددة خوفا من مغبة حدوث تفجيرات في المدن الفرنسية المستضيفة للبطولة بعد قدوم وفود من شتى أنحاء العالم لمشاهدة البطولة الأعرق بعد المونديال. ومن الزميل محمد المصطفى النونو إلى العناوين. وزير البترول والطاقة والمعادن يهتف نظيره السنغالي في إطار مشروع التنمية المشتركة. عمال تازياست المضربون يفضون اعتصامهم باتفاق مع الشركة. تطورات جديدة في ملف القتيل زينيول الخليفة. كما تابعتم في مسائية السبت، الحزب الحاكم يقيم مأدبة إفطار في مقاطعة الرياض. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.